من هذه القاعة تبدأ عريف الحماية المدنية رفيعة يومها بحصة تدريبية حفاظاً على لياقتها ومن أجل أداء أفضل أثناء التدخلات اليومية. عون الحماية المدنية أول هام له هي ممارسة الرياضة تاعو. كما نقولوا احنا التدخلات اليومية تاعنا تطلب منا قوة وتطلب منا صلابة وتطلب منا مرونة. رفيعة حديدان سيدة الصف الأول في التدخل والإسعاف بولاية تبسة استطاعت اقتحام مهنة لطالما كانت حكراً على الرجال فقط، فالتحقت قبل 13 سنة بسلك الحماية المدنية. الأخت حديدان رفيعة عريف الحماية المدنية لولاية تبسة تعمل في مجال تدخلات مع زملائهم في فرقة التدخل والإنقاذ في الأماكن الوعرة. لديها ميزة وهي مع زملائها، لأن هذه فرقة هي فرقة تعمل في الأماكن الصعبة جدا لإنقاذ الأرواح البشرية والحيوانية والممتلكات الوطنية والعمومية والخاصة. فبذلك تكون رفيعة حديدان واحدة من النساء اللاتي أثبتن أن مهنة الحماية المدنية لا تقتصر على الرجال فقط، بل يمكن حتى للمرأة أن تشارك فيها وتؤديها على أكمل وجه.